الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز شغل الوفد الجديد هادرسفيلد ومدربه ديفيد فاغنر أجهزة الإعلام الإنجليزية بالمستويات القوية التي قدمها. هذا التقرير يسلط الضوء على الفريق الجديد الذي يظهر في الدرجة الممتازة للمرة الأولى في تاريخه. عندما واجه هادرسفيلد نظيره ريدينغ في المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، لم يكن حينها من يتوقع أن ينجح ذلك الفريق في الانتصار والتأهل إلى بطولة الكبار. ففريق المدينة الشمالية الصغيرة نجا قبلها بعام واحد من الهبوط إلى الدرجة الثانية أو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية. في منتصف ذلك الموسم كان قد أتى إلى الفريق المدرب ديفيد فاغنر، رجل بلا سيرة تؤهله لمثل هذه التجربة، سوى أنه عمل مساعداً ليورغن كلوب ومدرباً للفريق الثاني لبروسيا دورتموند. اتخذ من صديقه المقرب كلوب ناصحاً وهادياً، نصحه الأخير بخوض المغامرة. لم يصدقه أحد حينها حين قال إن هدفه إنقاذ الفريق من الهبوط ثم محاولة التأهل للدوري الممتاز الموسم التالي. فليس هو بساحر، وليس هناك من يؤمن بخرافة العصا السحرية، لكنه فعلها وقاد الفريق إلى هناك، قائمة الكبار. إنجاز غير مسبوق، بل ربما لم يكن هناك من يحلم بمثل هذا، اللعب أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، بدلا من الرحلات إلى بيرتون وشيفيلد وبريستون وبريستول وما شابهها من أندية. قبل بداية الموسم توقع أن يكون مصيره كمن سبقوه إلى البريمير ليج بتطبيق مقولة الصاعد الهابط مثل ميدلزبرا ونوريتش وكارديف وبلاكبول، لكنه الآن تصدر أغلفة الصحف وأصبح محور النقاش الأول لكل أجهزة الإعلام بعد انتصارين على كريستال بالاس في لندن ثم على نيوكاسل في ملعبه بمستويات تؤكد أن هادرسفيلد قد أتى ليبقى. أما المدرب فاغنر فالكل يقول إنه سيصبح قريبا خارج هذا النادي وهدفا للكبار سواء في إنجلترا أو خارجها. ها هو هادرسفيلد يتساوى في قمة الجدول مع فرق مثل مانشستر يونايتد، وضع قد لا يتكرر مع مرور جولات الدوري لأننا لازلنا في البداية، لكن أنصار الفريق لن يفوت الفرصة ليقول يوما نحن في صدارة الترتيب.